للتعرف على دور هذه الخدمات الإلكترونية في تحقيق التميز وزيادة معدلات الإنجاز، معنا عبر الهاتف السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. أهلا بك. أولا، التوجه نحو التحول الرقمي يمثل اليوم سياسة عامة تنتهجها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كيف نجحت البحرين اليوم في توظيف التكنولوجيا من خلال تطوير الأداء لتقديم خدمات أفضل؟ مساكم الله بالخير، شكرا على الاستضافة. ويعني دور الإعلام طبعا مهم جدا في تعريف الجمهور بجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التحول الإلكتروني. مثل ما تفضلت أختي، الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي جاءت بفضل توجيهات جلالة الملك مفدى، التي أكد من خلالها أهمية استثمار التكنولوجيا وتوظيف التقنيات الحديثة في شتى المجالات، إيمانا من جلالته بدور أهمية هذه التقنيات في توفير مجتمع متطور. ومثل ما ذكرت، الاستجابة لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء العام الماضي، وخاصة بعد دخول جائحة كورونا، بسرعة التحول للخدمات الإلكترونية، جاءت توجيهات معالي وزير الداخلية معالي الفريق أول ركن شيخ راشد بن عبدالله خليفة لكافة الإدارات التابعة للوزارة وعددها 17، وجههم بالعمل مع الهيئة لوضع خطة للتحول الشامل. لله الحمد، طبعا الحزمة الأولى كان إطلاقها العام الماضي، كان عندنا 16 خدمة، واليوم نتكلم عن 20 خدمة. هذه كل الخدمات ساهمت في تحقيق العديد من المكتسبات، من تعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء، توفير الوقت، الجهد، خفض النفقات، ويعني بطريقة سهلة وسلسة. مثل ما نعرف أن يعني إحنا عادة سنويا كان عندنا 40 خدمة تقدم إلكترونيا أو تتحول لمختلف الجهات الحكومية. العام الماضي تم مضاعفة هذا الرقم بتوجيهات سمو الشيخ محمد مبارك رئيس اللجنة العليا نائب رئيس مجلس الوزراء، حققنا 83 خدمة. تقريبا 45% من هذه الخدمات كانت تابعة لوزارة الداخلية، والإنجاز هذا اليوم يعني نتاج هذه التوجيهات الكريمة. نعم سيد محمد، طبعا كما ذكرت بأن العام الماضي قد دشنت 16 خدمة واليوم 20 خدمة. طبعا هذه هي منظومة استكمال لقائمة طويلة من الخدمات الإلكترونية التي تطلقها أو أطلقتها وزارة الداخلية. كيف سينعكس أثرها على المواطن والمقيم بشكل عام؟ بطبيعة الحال يعني المواطن دائما وده أنه يأخذ الخدمة وهو موجود في بيته بدون ما يعني يكون عنده عناء الحصول على موعد أو الوقوف في طوابير. في كثير من الشفافية في توفير الوقت، التكلفة ما يحتاج أنه ينتقل، بإمكان أنه يستفيد من وقته في بشكل أكبر. ويعني بهذه الطريقة الإجراءات أحيانا طبعا في معظم هذه الخدمات يتم إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، بدل ما هو ينتقل يمكن 3-4 أماكن من خلال يمكن خطوة أو خطوتين في ثواني معدودة ممكن نجز المعاملة. وهذه يعني لذلك تتطلب جهد كبير جدا تحويل الخدمة الواحدة، الكثير من الدراسة، الكثير من الربط والتكامل بين الأنظمة الحكومية لتقديم هذه الخدمات. اليوم طبعا يعني عندنا 6 جهات تابعة لوزارة الداخلية قدمت خدماتها، الإدارة العامة للمرور 6 خدمات، تدريب مدرسة تدريب الحراسات 4 خدمات، خفر السواحل بالتعاون مع وزارة المواصلات فئة سفن النزهة 3 خدمات، الهيئة عندنا 3 خدمات، الجنسية والجوازات في 4 خدمات متعلقة بالتأشيرات. فعدد كبير جدا من الخدمات، وإن شاء الله يعني إحنا مستمرين في تقديم خدمات إضافية. نعم إن شاء الله. سيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.